السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا كلكم بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. عايزة اقول لكم النهاردة على حاجة مهمة قوي، بس ما قبل ما اقول الفيديو بتاعي النهاردة، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وشجعوني ان شاء الله رب العالمين، واتمنى تدعموا قناتي والانتساب لي عشان نستمر معاكم. عايزة اقول لكم على حاجة، في حاجات بنرميها، الحاجات دي كنز بياخدوها بعد، احنا ما بنرميها ويرجعوا يطحنوها ويجففوها ويحطوها على للطيور. اها معقوله للدرجه دي يا بطل؟ والله حاجات مهمه جدا ورخيصه، مش رخيصه، هي حاجات ملهاش ثمن انت بترميها ومش عارفه فايدتها. الحاجه دي بتتعمل منها ادويه للكحه ونزلات البرد وباودر، بيتباع في الصيد في عند العطارين، وحاجات مغذيه جدا للطيور. جم في الفترات الاخيره بقوا ياخدوا الحاجات دي ويطحنوها يجففوها ويطحنوها ويعملوها علف للمواشي. تخيلي بقى ان الحاجه اللي هقولك عليها دي بتتعمل علف للمواشي. طيب لما هي بتتعمل علف للمواشي، اما استخدمهاش الطيور الصغننه دي، يبقى اكيد ليها انتاج بقى، طلع لي انتاج حلو قوي. الحاجه دي حاليا بقالهم فتره بيعملوها باودر، بتستخدم لنزلات البرد والكحه بالذات، وانا عملتها لكم قبل كده في فيديو سابق، نقعتها وحطيتها في محلول وعملت منها دواء مهم جدا بتعمليه في مدخل الشتاء، بتخليه عندك ده لنزلات البرد وللكحه، ومفيد قوي قوي لجهاز المناعه للطيور. طب ايه هي يا طاطا؟ بص اقول لك بقى، استنى اصل انا عودتهم كمان ياكلوه كده وينقروا. شايفه دي؟ ده قشر الرمان، قشر الرمان. شايفه الابيض ده؟ اسمه كلف الرمان. الكلف ده مفيد جدا لحاجات كتيره جدا في جسم الانسان، منها بيفيد للكبد وللكليه ونزلات البرد. عارفين بياخدوا كل ده اللي احنا رميناه ده، اللي هو بص تقولي متعوده تقرقطه، بصي متعودين ازاي لسه هقطعه لهم. ده بياخدوه ويجففوه ويطحنوه ويعملوه بودر، بتعالج منه الكحه ومفيد جدا لنزلات البرد وصحه الانسان كلها عموما. مالك انت بقى لما احط للطيور؟ انا عملته قبل كده محلول وبشربه للطيور، حطيه كده وقايه من الكحه من نزلات البرد من اي حاجه، ولا تروحي بقى العطار ولا البيطري ولا اي حد، تجيبي اي ادويه، حتى الفراخ نفسها بتنقر فيه. انت عارفه الفايده في قشر في الكلف هنا ده اكتر من الفايده في البذور اللي انت بتفصصيها وتاكليها؟ لو تعرفي كده خشي على النت واسالي اي دكتور او اي واحد خبير في الاعشاب، هيقولك ان قشر الرمان او كلف الرمان الابيض ده مفيد جدا 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 وصحي، وبيعملوه حاليا دلوقتي بودر وعلف وكل الحاجات دي. معلش انا اضطريت افصل عشان اختي عدت بالغلط، فعايزه اقولك اسالي كده هتلاقي ان الكلف ده اهم. احنا بنرميه، انا عن نفسي برموش، انا بقرقده باكله لانه صحي جدا جدا جدا. كمان بياخدوا قشر البرتقال وقشر الموز وقشر الطماطم، بياخدوا قشر الطماطم من المصانع اللي هي بتعمل الصلصه. القشر ده كل اللي بقول لكم عليه، قشر الرمان او قشر الطماطم او قشر البرتقال والموز، بياخدوا كل الحاجات دي ويجففوها ويعملوها مسحوق، يخرطوه مع العلف مع الاعلاف، يعني يحطوا نسبه قليله جدا من الاعلاف ويحطوا بقى ده، وده حاليا بيحطوه بدل العلف الغالي للمواشي، بحيث ان هم يكبروا معاهم بسرعه ويسمنوا، وزائد هم حطوا مضاد حيوي وفيتامينات في الطيور بتاعتهم والحيوانات بتاعتهم، ولا يشتروا ادويه ولا يشتروا اي حاجه. عرفتي بقى الكنز ده كنز ولا كنز رباني؟ احنا بنرميه كمخلفات في الزباله، هم بيستخدموه. طب لما هم اذكياء واستخدموه، احنا بقى ما نستخدمهوش ليه؟ الحاجه دي بقطعها دلوقتي حتت حتت صغيره كده، واقوم خلطها بقى في حبه علف صغيرين وحبه الشيشه، واضحك عليهم والقمتين عيش بالصلاه على النبي، يقوموا واكلين ومخلصين. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر، قللت من العلف الغالي اللي انا اصلا ما بحطوش الا طوارئ،
وبحط بقى الدشيشة والقمح والشعير وكل الحاجات دي فايدة أكتر، وأقوم حاطة النسبة الأكتر من الحاجات اللي أنا برميها. حتى قشر المانجا ما برميهوش، بجيبه بضربه في الخلاط مع قشر البرتقال، مع قشر البرتقال أو قشر الموز الموجود عندك، بس حاليا عشان ما فيش برتقال بقوم ضرباه مع قشر الموز، وقومي بقى حطاه كده عليه حبه دشيشه وحبه قمح، واخلطي كله 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 على بعضه، وحب الشعير ولقمتين عيش، وبالصلاه على النبي تبقى اكلتيهم اقوى على فطير. عايزه اكتر من كده ايه بقى؟ اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، والكنز اللي عندك في البيت ده اوعي ترميه. طب هتعملي ايه في قشر الرمان ده يا بطه؟ بقطعه حتت صغيره، وساعات بقوم بشربه بالمبشره لو انا مكسله اقطعه، واقوم خلطه زي ما قلت لكم. واتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واعملوا اللي بقول لكم عليه، لان الوصفات دي وصفات طبيعيه، كنز موجود مجاني، نربي طيورنا بالصلاه على النبي ببلاش. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسونيش تشتركوا في قناتي وتدعموني ان شاء الله. اتمنى الانتساب لقناتي عشان نستمر معاكم باذن الله، واسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.